دي بتتيح للشباب انهم ينفذوا افكارهم اللي دائما بيجهرون بيها، سواء على يعني مستوى المطالب وعنده معلومات قد تكون محدودة، وأيضا التعليم والمعرفة أصبحت سهل الوصول إليها، وشبابنا وولادنا دائما يعني بنراهن عليهم. تمام، بس أنا ده حابب الجزء اللي هو النادي والعلوم، إحنا عملنا وحدة لرعاية المبتكرين وريادة بالظبط، الأعمال، ده اللي أنا ده عاوز جزء أسمعه. جديد. رعاية المبتكرين وريادة الأعمال، الجزء ده متوفر له فند من الجامعة، متوفر له أساتذة مشرفين طبعا بيتنقوا بعناية شديدة جدا، لأنهم بيتعاملوا مع طلاب إحنا بنعدهم بإذن الله إنهم يقودوا في المستقبل، فهم بيبقى ليهم أفكار رائعة جدا ودائما بيبهرونا في المناقشات. وكان في فريق من الطلاب دول شارك في مؤتمر علمي أقيم أقامته كلية العلوم مؤخرا في مدينة شرم الشيخ، وشاركوا بأبحاث علمية مثل الأساتذة، واللي ناقشوهم كانوا أساتذة متخصصين في مجال الكيمياء وأشادوا بمستوى الطلاب. فجامعة طنطا شغالة في المحورين دول،